الجزائرية، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج سكوار. سؤال اليوم، ما هو تعليقكم في استدعاء كل من الوزير الأول السابق أحمد يحيى ووزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان بدون إطالة؟ نتابعوا مع بعض. رأيي أنا رأيي كما قالوا الشعب، رأيي هنا مع الشعب تاعنا مع الشعب الجزائري. على كل حال هما داروا خطوة إيجابية باش يحاسبوا الأمة هذيك، يحاسبوها على الشيء اللي داروه وعلى شيء يسمى عندهم الحق الشعب وعند الحق الدولة تاعنا كي راه يتحاسب فيهم. هذه هي راه يدير في خطوة إيجابية على جال المحاسبة، استدعوهم باش يحاسبوهم على الشيء اللي داروه. مجمع واحد، شوفي دنا حقنا، مجمع واحد كما يقولوا كلانا، مجمع واحد كما يقول باش نبداو باش نكملوا اختي، كما يقولوا يونامار ولادنا ماتوا في البحر اختي، يسالوا فيها كاع اختي، يسالوا فيها كاع، وما دابينا كما يقولوا اللي دار يخلص. هذه ان شاء الله كما يقولوا يتحاسبوا كاع، وان شاء الله العداله تكون كما يقولوا، العداله تكون كما يقولوا تحكم بالعدل. هذه هي كاع يتحاكموا، والملفات عندهم الملفات، هما اتهموهم درك الدوله اتهمتهم العداله، هما اللي كانوا يتحكمون في العداله، تحكموا في العداله ما على بالهم حتى واحد، كي زعما يمرقوا الواحد يضرقوه برك، هذا ما كان. درك العداله راهي يقولوا تحرط، يقولوا تحرطها الشعب، وهم حتى هما خرجوا للشارع اعترفوا، حتى العداله اعترفت بنفسها باللي كانت مقيده. اليوم راهي تحرط، متهمين حابين نشوفوا احنا علنيا واش صرا مع هذو في المحكمه العليا. ما تقدمنيش انا تقول لي في جورنان ولا دير لي كتيبه في جورنان وتقول لي هاو فلان حاسبوه. انا حاب نشوف الشعب الجزائري كامل يشوف باللي احمد يحيى تقدم المحكمه العليا للجزائر وقام واش المحاسبه نتاعو، واش هي التهمه نتاعو، والمحاسبه على كل صغيره وكبيره، كل حقوق الشعب الجزائري. نتمنى من السلطات الجزائريه المعنيه بالامر، من كل القضاة، من كل المسؤولين، يعني يجيبوا نتيجه ايجابيه لكل الشعب الجزائري، كل مواطن، يعني البلاد تاع مليون ونصف مليون شهيد، يعني ما يكونوش زعما تجيب لي غي راني درت وهاني وسيط، اعلمني، نعت لي على المباشر، نعت لي على التلفزيون. هاي باينه واش الحكايه حتى نزيد هذا ما كان اليوم هو يخلص وخلاص. ياك هكذا يا قال لهم الخبر يجيبوه التوالى، ايه هاو جا ان شاء الله. هذا هو بنتي، السلام عليكم. نعلق عليهم كمحاسبه والحبس، هذا وشني هو، ويكوننا يعني يمدوا الراي العام للشعب، يمدوا الراي للشعب، حريه التعبير يعني الحقيقيه، الشعب يريد وش يحب، يدير الرجل المناسب بالملك المناسب. صراحة كان استدعاء، إذا كان استدعاء هذا باش يتمويه، لكن باش يموهوا به الأشخاص، باش يموهوا به الشعب، أظن لا حدث. ولا كان استدعاء يبينون المحاكمة تاعهم كما في العالم الكل، على المباشر قال ها هو المحاكمة، كان على الأقل يوضحون كيف راهم يديهم في المحاكم، كيف مش كيما وراو خطر وراو الفنانين هذوك يهزوا فيهم يسنسلوا فيهم، وريهم على المباشر. ولكن هذو الاشخاص هذو الكبار المسؤولين ما يوريهمش، ورينا بالصوره والصوت باه الشعب يقدر يصرح، باه يقدر يصرح، باه يطمن. كل واحد يتحاسب على واش دار، اكيد لازم كل واحد يتحاسب على واش دار. احنا سواء احمد ويحيى سواء رجال اعمال اخرين، ويحيى عنده كاين حوايج بزاف اللي يتحاسب عليهم. ويحيى هو السباك كلش، ويحيى اخر حاجه هي المدينه الاقتصاديه هذيك، يعني قصانا منها، يعني وكان رانا مانيش في هذه الحاله نتاع العاصمه والاكتظاظ هذا. والله ربي مازال ان شاء الله ربي يفرجنا فيهم. انا راني هايله، راني فارح، بورتون كون نحكي همي ننسى، ينسوا الناس همومهم، مي ما نهضرش على همي، ما لازمش نهضروا على همومنا، نهضروا على الشيء اللي راه صاير. ان شاء الله يكونوا قضاة في المستوى، قضاة ان شاء الله. احنا نتمناو اول حاجه، نتمناو العداله هي اللي تكون لازم، وما يخافوش القضاة، الشعب معاهم. ان شاء الله يمتعونا القضاة، العدالة تمتعنا مانيش غالطين. من داروا يخلصوا كيما زعلان كان من الترانسبور، وشكون عطى لاكريمون كحكوا تاع 3000 كار
ويشرفوا الدراهم من عند الحكومه ياكلوا الحكومه. وشكون اللي سينيرو؟ ويحيى شريكو المعلم يشري الدراهم من البنك تاع الجزائر ويشري الكيرا ويكيرا من الدوله. ان شاء الله ربي ياخذ بالحق فيهم. راح يتحكموا في المحكمه العليا. المحكمه العليا الدركا يكونوا كمتهمين. كمتهمين ولازم يكونوا كمتهمين ماشي كذلك لذر الرماد في عيون المواطنين يروحوا باش يروحوا هكذايا يكونوا ان شاء الله بربي يكونوا القضاة والوكلاء الجمهورية هذو يكونوا نزهاء ويكونوا اولاد وطن صح يحبوا الوطن بس هذه هي ساعة الحقيقة ما ينفعكم حتى واحد ينفعكم هذا هو الموقف لكم بأي حق بأي حق إنسان عنده 2000 كار إن شاء الله المحكمة العليا تخدم خدمتها وخطر هاد الناس هادو سورتو ويحيى الشعب الجزائري كامل ومعروف يهضر عليه تما طولوا معه في الحقيقة يكون نورمالمون بارمي لي برومي رئيس حكومة يكون على الأقل عنده آفاق تاع المستقبل تاع الاقتصاد كيفاش تمشي البلاد بصح واحد اللي حطم الدينار الاقتصاد الجزائري واش من المستقبل اللي هذا دوك حنا دوك المحكمة نتمنى تخدم خدمتها ونتمنى بيسك الناس قاع تهضر وقاع تعرف باللي كيفاش قصر الاقتصاد وكيفاش كيف الطحكوت هذا حتى استولى قاع على الأشياء هذا وشكون اللي كان موراه ونتمنى دوك صافيك راهم متهم باينة ماشي نتمنى إن شاء الله يحاكمهم بحكم صريح جد وجدا ويحكموا عليهم حكم اقصى عقوبه 20 سنه والله 30 سنه باه يريحوا شويه في الحبس يخليوا لها حتى تزاير تتنفس شويه خاطركش تزاير ما خليوهاش تروح بعيد. العداله ان شاء الله نتمنوا بلي يحكموا عليهم حكم مليح. هي اللي نحب نشوفوهم نشوفوا يتسمى يورونا كيفاش راهم يشارعوا لهم كيفاش يحكموا عليهم حنا دوك ما شفنا والو حنا كلش مخبي. ايه حنا دوك ماذا بينا نشوفوا واش كاين. هذا واش رانا حابين حنا عندنا دوكا كلش مخبي ما على بالناش واش اي متهمين تسمى دوكا ديا شغل ربي يكشفهم ربي يكشف الحق هم بداو يجبدوا في رواحتهم بالواحد كما يقول لك اللهم ضرب الظالمين بالظالمين هذه هي اه هذا مستدعتهم العداله هذه حاجه مليحه هكذا وشنو باش تكون عبره كاع الشعب الجزائري يعني العداله تكون تحكم على الضعيف والحاكم والمحكوم هكذا اللي دا لازم يخلص الشعب الجزائري دائما هو محقور وقاعد تكون فوقه كانوا دايرين رايهم اما لا دوك هكذا ربي يكشفهم حنا ماذا بينا باش تعود تولي الثقه بين الشعب وبين الدوله لازم العداله تخلصهم لازم يخلصهم ليك لا يخلص هاد البلاد هاد الشعب هذا اللي خلاوها منين شفاو من الاستقلال وارواحي وحنا محقورين اما انا اليوم لازم الحق يبان وكي يعقبوهم يحكموا عليهم لازم نشوفوهم دروك حنايا حنا الشعب واش راه يحوس حنا الشعب تاعنا راه يحوس كما يقولوا عداله مستقله والشعب يشوفها فهمتي كيفاه عندنا ثقه في العداله هكذا وشنو الشعب راه يحوس الملموس انا ماشي غير نشوف وترجع واش ديت احنا نشوف باللي العداله لاباس يتحرك في الميدان هذه المواطنين يفرحوا كي يشوفوا العداله نفرحوا كاع بصح من بعد ما بعد الاخرى هذه ما بعد المحاكمه هذا ما كان لينا اختي عندنا ثقه في العداله وعندنا هذه خطوه ايجابيه اللي تقوم بها العداله باللي تستدعي اشخاص تسبوا في هذا تبديد المال العام تاع الجزائر وحنا عندنا ان شاء الله عندنا ثقه في الرجال تاع العداله هي بلي يحكموا ان شاء الله بالعدل واللي دار يخلص. اذا مشاهدينا الكرام كما شفتوا معنا كانت هذه اراء المواطنين حول موضوع اليوم بقوا على خير.